من يرى هذه المنشآت النفطية بحضرموت ووهج هذه الشعلة التي لا يكاد لهيبها أن ينطفئ، يخال له وللوهلة الأولى أن هذه المحافظة وساكنيها يعيشون في بحبوحة من رغد العيش وطيبه كناتج طبيعي لثروة ضخمة تختزنها جبال وهضاب وصحاري المحافظة. لكن الواقع غير ذلك، فحضرموت وهي كبرى محافظات اليمن مساحة وأغناها ثروة، هي أيضا من أكبر محافظات البلاد من حيث انتشار الفقر بين سكانها بنسبة مئوية تجاوزت 60 وفق مذكرة أصدرها البنك الدولي عن معدلات الفقر في اليمن العام الماضي. يقول حد من هذا المسؤولين يشوفوا العذاب اللي احنا فيه. وإذا كان هذا الرقم العام الماضي فكم هو اليوم؟ وقد انطلق قطار التدهور السريع للوضع الاقتصادي والمعيشي للسكان دون أن تلوح بالأفق محطة للتوقف. احنا دمرنا بسبب الغلاء الفاحش، تقدنا الطبقة الوسطى، نحن الآن طبقة يا تحت يا فوق بس، لكن الطبقة الوسطى غير موجودة وهي الطبقة الأساسية في الوطن. يعني الارتفاع الجنوني لأسعار المواد الغذائية دفع بالعديد من النشطاء في المكلا لتنفيذ وقفة احتجاجية أمام مبنى ديوان المحافظة متهمين الحكومة بالتخلي عن مسؤولياتها. الناس خذت دوافع عن نفسها، مش مدفوعة مش من منظمات أو مدفوعة من السياسة أو عن خذت تعاني بفقر، تعاني جوع في بيوتها يا أخي، من حقها تعمل أي حاجة. الناس تعاني يا أخي، يعني السلطة ما قامت بدورها، يعني تفرض تضغط على الدولة، ما وعدونا احنا نحب نوقف الكاك ونوقف البترول، ما حصل كل ما الوعود. ومع هذا التدهور وهذه الارتفاعات التي زادت من أعداد الجوع والعاجزين عن توفير الغذاء لأطفالهم وأسرهم، تتوجه الأنظار والأبصار إلى رأس هرم السلطة بالمحافظة النفطية، والذي كان قد أوعد باتخاذ إجراءات تخفف ولو قليلا من وطأة ذلك العوز والحرمان. محمد اليزيدي لقناة بلقيس المكلا.